طيب انت عندك، انتوا لعبتوا 6 اجهزه خدوا احسن 3 درجات. طيب احنا وصلنا اخر جهاز كان ايه، والمنافسه كانت بيننا وبين مين، ويعني اديني بقى الحته اللي هي التشوق بقى اللي في بصوا، الاخر دي. ترتيب الاجهزه ثابت، اللي هو يعني كل لعيبه الجمباز عارفينه. فاحنا بدانا عقدي، احنا وكان معانا المؤسسه، حلو. بننهي بجهاز ايه، بجهاز العقل. كان معانا المؤسسه، هو ده اللعيب اللي انا بقول لك عليه. احنا بنبدل مع بعض، احنا بنبدا الاول الخمسه بتوعنا يلعبوا ياخدوا درجاتهم، بعد كده الفرقه الثانيه تلعب، خمسه بتوعها يلعبوا يعني وكده. الفاينل كان بيننا وبين المؤسسة. تمام، يا صبر. حلو. وبعد كده بدأنا جهاز جهاز، بدأنا وفي أرضي. فرق تانية بقى على أجهزة تانية، يعني نادي السد ممتاز. بدأ مثلا حصان حلق كده، بينهوا بقى عكسنا، يعني مثلا ينهوا أرضي هم، إحنا ننهي عقلة هم. بتمشوا تبديل وتوافيق بحيث إن الكل يبقى شغال مع بعض. بالظبط. طب هي الماتشات اتلعبت فين؟ في نادي مدينة نصر، في الاستاد اللي عند نادي مدينة الاستاد نصر. المخصص هناك بتاع وكان الاتحاد مجهزه وكل شيء طبعا، بحيث إن هو كل أجهزة. على طول كل أجهزة على أعلى مستوى طبعا. طيب خلينا يعني نتكلم بتفاصيل اكتر، ايه الاجهزه اللي احنا تفوقنا فيها جدا؟ يعني خلينا نتكلم ان احنا مش كل الاجهزه خدنا فيها اول، صح؟ ولا كله خدنا فيها اول؟ ما هي مش بتحسب كده بالظبط. هو احنا منافسات الفرق بتتحسب ان احنا بنجمع مثلا، احنا 5 لعيبة ارضي، فنفترض ان احنا جمعنا مثلا 30 درجه، تمام. فهناخد 30 درجه دول، نشوف على حصان حلق مثلا جمعنا ما انا 25. هتكلم، اخدها بقى جهاز جهاز. تمام. احنا ايه الاجهزه اللي كنا جايبين فيها فرق حلو محترم بيننا وبين المؤسسه؟ هي المنافسه كانت قريبه في كل الاجهزه تقريبا، قريبة يعني كلها يعني يعني البطوله الدنيا. كلها، يعني احنا الحاجات. في الجهاز الرابع كنا احنا الخامس اصلا او الرابع تقريبا يا على نهار ابيض البطوله. يا جماعه، يا نهار عملنا ابيض على كومباك الرقم الرقم في جهازين. بس انا مبسوط. هو احسن جهاز عندنا يعتبر اللي بيعلينا هو حصان قفص، هو ده الجهاز اللي بيفرقنا عن انتوا عارفين كده، مصرين على كده، وعارفين احنا هنخش احنا الخمسه نجيب اعلى درجات في الحصان. طيب بس انا بيني وبينك انا سعيد، يعني انا بحب دايما واحنا كمان سعداء. يعني لا طبعا سعيد بالمكسب، ولكن سعيد ان احنا خدناه بعد مجهود. طبعا فده ياكد ان احنا يعني الحمد لله. هو مجهود وتوتر طبعا يعني كان طبعا، الموضوع يعني صعب كانت بطولة، واحنا في البطولة يعني تقيلة جدا لينا وللناس اللي معانا طبعا، لان احنا كل زمايلنا بيحضروا بيتفرجوا علينا بيشجعونا بيشجعونا، طبعا فطبعا لينا احنا واللي بيتفرج علينا كمان. بطولة صعبة جدا. طبعا كانت بطولة صعبة. أوه. طيب يعني احنا طبعا ناقصين عمر العربي، مش موجود معانا اكيد ان شاء الله، يعني اكيد يكون معانا في حلقة تانية. هو ان شاء الوحيد اللي الله ناقص من الخماسي اللي لعب، وهنجيبه اكيد. هنحاول مثلا مداخلة بالتليفون يكون لازم معانا يجي نبارك ان له شاء كمان الله. على الفوز.